في قلب طبربة بتونس، يحافظ المزارع وصانع زيت الزيتون عبد العزيز مصفار على قطعة من تراث بلاده، وهي معصرة زيتون تقليدية تحول فيها أحجار ضخمة تشبه الرحى الزيتون إلى زيت، تماماً بالطريقة التي كانت تتم بها هذه المهنة منذ عقود. معصرة تقليدية معناتها تجم تقول هذه معصر الأجداد، كيفاش كانوا معناتها فمن قبل حتى الاستعمار في تونس، هذوما موجودين، هما اللي بداوا بهم. الماتريال هذا قديم برشا، ومعصرة تقليدية معناتها التدخلات في كعبة الزيتون إلا في الحجرة هذه كانوا يرحوا بها، يطرحها برك أكو، ما ثميش تدخلات أخرى. وتبدأ العملية القديمة لاستخراج الزيت ذي اللون الأخضر المتلألئ بحجارة كبيرة تسحق الزيتون في حوض دائري يسمى مدارات، ثم يقوم العمال بجمع المعجون الناتج بعناية ووضعه في الشوامي، وهي حاويات دائرية مصنوعة من عشب الحلفاء لإعداده للمرحلة التالية. وبعد ذلك يتدفق الخليط لأحواض خاصة حيث تتولى الطبيعة عملية الفصل. طريقة العصرة التقليدية هي معروفة، معناتها التوانسة كل تعرفها، هو نرحيو الزيتون في المدارات، احنا نقولوا بالحجر، نهبطوا هذيك العجينة نرميوها في الشوامي يتعصر، نخرجوا منها هذاك الماء المخلط ماء وزيت، ونصبوه في عندنا بسا اللي تو تدخل ليه، انا عندي دي بسا. عندنا المرجين يجي الغنية تتوقع شوية تنبيوت البيوت هذوما، بيوت بيوت بيوت، هذيا بعد نعبيوها بالستين فيتفوس ونزول العقول الكبرى، هذيا رشو المرجين رشو فيه يولي كاسا، يولي سميد عضوي للزيتونة والشجرة. هذا الالتزام بطريقة العصر التقليدية لزيت الزيتون التي يقوم بها عبد العزيز ويحاول توريثها لابنه أنور، لا يتعلق فقط بالحنين إلى الماضي، لكن له علاقة بالجودة أيضاً. فتونس من بين أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم، وهي سلعة تشهد اهتماماً عالمياً متزايداً من المستهلكين والمستثمرين، إذ حققت صادرات زيت الزيتون التونسية الموسم الماضي عوائد قياسية بلغت 5.1 مليار دينار تونسي، أو ما يعادل 1.65 مليار دولار. وتتوقع تونس أن يقفز إنتاج زيت الزيتون بنحو 55% هذا الموسم، إذ بدأ موسم حصاد الزيتون في أكتوبر الماضي ويستمر حتى نهاية فبراير القادم.